عارفين شعور انك تكونين بالعين وعندك فستان حلو بس ما قادرة تلبسينه. اكيد تبغون تعرفون شنو السبب. قبل ما ابتدي الفيديو عندي مفاجأة لكل الاربي اللي يحبون البتاس، رسمت 2 من فرقة البتاس بطريقتي. يلا كملوا الفيديو للاخير، يهمني كتير ارائكم. كان فاضل للعيد يومين وانا مرة فرحانة وبستعد للعيد، وكنت عاملة ماسك عشان اطلع حلوة. ياي انا متحمسة لهذا العيد، لازم اجمع فلوس العيدية عشان اشتري الايفون. وكمان متحمسة ابوي اليوم حيجيب لنا فساتين العيد، اكيد فستاني حيكون اجمل فستان. وكنت قاعدة احلم اني لابسة فستان الاميرات وشعري ناعم ولامع، وجمعت فلوس كتيرة للعيدية واشتريت الايفون اللي احب. اهلا اهلا بالعيد، مرحب مرحب بالعيد، هي 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 هي. وجاب ابوي الفساتين واخذنا انا واختي اكياسنا ورحنا نقيس واحنا فرحانين. وهنا كان عجبني فستان اختي لانه كان احسن من فستاني. ليش فستانها أحسن من فستاني؟ أنا اللي أعشق الأحمر، وكمان هي فستانها بيبان ملكي. بس ما حبيت أبين لها، والغريب إنه أختي كمان ما حبيت فستانها وأعجبها فستاني. شوف يا مروة فستاني كيف طالع حلو، أحس حالي ملكة. والله حكون ملكة العيد هذه السنة، ما في حد لابس مثل فستاني. وأنا صراحة بموت من الغيظ، وكنت أتمنى يكون الأحمر هو فستاني. وهي كمان قعدت تقول لي ياي فستاني جميل، فستاني ملكي، أكيد أنا حكون نجمة العيد. لا 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 لا. وقعدت تغيظ فيني، فهنا قررت إني أخرب فستان أختي وما أخليها تتهنى به. فاستغليت الوقت اللي كانت تتفرج فيه ودخلت لغرفتها وصبيت الكلور على فستانها، وفي نفس الوقت هي راحت لغرفتي. يعني نفس اللي فكرت فيه هي كمان فكرت فيه. رموشة مو بغرفتها، حخرب الحين فستانها، حقطع ومزقه بالمقص. وصباح العيد رحت عشان ألبس فستاني وأنا فرحانة عشان أختي ما حتلبس الفستان الأحمر الملكي وتغيظني. أهلا أهلا بالعيد، ياي ياي ياي، هي 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 هي. شو هذا؟ شنو هذا؟ لقيت فستاني مدمر كله مقطع. فهذيك الساعة عرفت إني نفسي اللي سويته في فستان أختي سويته هي كمان في فستاني. فستاني رموشة شو هذا اللي سويتيه؟ وجات لعندي تصرخ وقعدنا نتعارك، ليش عملتي هذا بفستاني؟ ليش عملتي كذا؟ وانتي ليش عملتي كذا بفستاني؟ ليش قطعتيه بالمقص؟ انتي عارفة انه فستاني احسن من فستانك. لا انا فستاني احسن من فستانك، فستاني احسن. يلا ما حسامحك، انا اللي ما حسامحك. ليش عملتي كذا؟ وانتي ليش عملتي فيني كذا؟ ليش ما تعترفين من الاول ونتبادل؟ لا وليش ما تعترفين انتي؟ وقعدنا نتعارك لحد ما دخلت امي عندي، فانصدمت من هول المشهد. شنو هذا اللي سويتونا فساتينكم؟ انتم مجنونات، شنو هذا؟ انتم عاقبت، ما في عيد، حتقعدون بالبيت وما في عيدية وما في مصروف طيلة هذا الشهر. فقعدت تصرخ في وجوهنا. فهذيك الساعة والله ندمت وصرت أقول يا ريتني رضيت بفستاني الزهري، كان حلو وجميل وأحسن من الأحمر. فقلت لأمي أنا عندي فستاني جديد حلو ممكن ألبسه، بس ما كان عندنا فرصة. أمي غضبت لأنه أبوي عمل مجهود كبير لحتى يجيب لنا هذه الفساتين الفخمة ويختار أجودها، وإحنا عملنا كده بسهولة ضيعنا وخربنا الفساتين، فعاقبتنا وانحرمنا من العيدية وراح الآيفون. آيفون رموشة، آيفون رموشة، آيفون. وضاعت أحلامي
وراحت العيدية وراح الآيفون وقعدنا بالبيت لحالنا، وأختي عشان كده هي قررت تنتقم مني، فمثل ما صبيت الكلور على فستانها، خذي يا رموشة، جات وصبت الكلور على وشي فصار كله أحمر ويحرق. فعشان كده أنا كمان قررت انتقم منها، فمثل ما قطعت فستاني أنا استغليت فرصة إنها قاعدة وقطعت شعرها، يعني خربنا فساتيننا وخربنا حال بعضنا. وبعد ما خلصنا الانتقام قعدنا نتفرج في التلفزيون من القهر، أما وشي فأخذ وقت بعدين وصار أحسن، وبكده أكون جبت العيد في يوم العيد. بس الغلط كان لازم أصارح أختي وأقولها من الأول ما عجبني فستاني، فكنا نتبادل، ولا أبوي كان لازم يجيب لنا نفس الشكل عشان ما نتخانق. حبايبي فيديو اليوم خلص، أتمنى يكون عجبكم. عرفت مين الشخصيتين اللي رسمتهم من فرقة البتاس؟ اكتبوا لي بالتعاليق مين هادول، وكمان شنو الأغنية اللي عملتها. وعلى فكرة أنا آسفة لأنه الأغنية كانت جودتها مرة مو حلوة، عشان حاولت أسجلها وأعمل عليها تعديلات عشان ما يعملوا لي الكوبيرايت. وتاني شيء أبغى أقولكم إنه هذه الأغنية أنا حرفيا أعشقها لدرجة إني مدمنة عليها. يلا اكتبوا لي بالتعاليق مين الشخصيتين وكمان شنو هذه الأغنية. أما بالنسبة للرسم فأنا حاولت أرسم بطريقة بسيطة وأتمنى تعجبكم. حبايبي فيديو اليوم خلص، أتمنى يكون عجبكم، ولا تنسوا تدعموني بالاشتراك ولايك عشان نكبر عيلتنا، وأحبكم يا أحلى عيلة.